السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة تانية هنكمل مع بعض يا أولاد شرح منهج الإنجليش من كتاب المعاصر الترم التاني 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. النهاردة إن شاء الله زي ما تعودنا بيكون معانا فيديو شرح وفيديو حل تدريبات. الفيديو اللي عدى شرحنا الدرسين التالت والرابع من يونت 8 يو ار وات يو ايت. النهاردة بقى هنحل تدريباتهم، يبقى النهاردة حل تدريبات يونت 8 ليسن 3 أند 4 بيج نمبر 83 صفحة 83. صفحة 83 في الكتاب المعاصر نبدأ بقى ايه حل تدريبات الدرسين التلاتة والرابع من الوحدة التامنة. ادعمونا يا ولاد بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة ومتابعة صفحة الفيسبوك مس هبة رجب علشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. يلا بينا نشوف. عندنا اول سؤال: exercise on vocabulary study choose the correct answer from A, B, C or D. نمبر 1 يقول لك summer فصل الصيف is a dry season فصل جاف. This means it isn't. ده معناه ان هو ليس ايه dry ليس جاف not high ليس عالي not fresh ليس ايه طازج او عذب not wet يعني ايه ليس رطب او مبلل. طبعا ايه هي دي، لان الويت عكس الدراي عشان عندي isn't يبقى انا عايز انفي. To give the antonym، antonym اللي هو العكس of the word normal، عايزين عكس كلمة normal. We add the prefix. هنضيف لها ايه يا ولاد؟ هنضيف لها on ولا ab ولا ill ولا ir. احنا قلنا ايه ان normal عكسها ايه abnormal، يبقى هنضيف لها الab. inside بداخل and indoor بداخل برضو are opposites حاجات عكس بعضيها antonyms برضو عكس بعضيها different مختلف ولا synonyms. طبعا ايه هي synonyms مترادفات. To get the adjective لك تحصل على الصفة from the verb chop we add the suffix هنضيف لها ايه ed ولا tion ولا apla ولا ity هنضيف لها ed chop chopped chop ايه chopped. بعد كده صفحة 87 exercise on vocabulary تدريبات على الفوكاب choose the correct answer from a b c or d. الكيف وكاب يقول لك our brain العقل او المخ controls يتحكم فيه all our العقل او المخ بيتحكم في كل ايه يا ولاد senses الحواس objects الاشياء subjects مواد دراسية ولا smiles ابتسامات. طبعا بيتحكم في ايه يا ولاد في كل الحواس. mom is cooking fish and rice ماما بتطبخ لنا ايه رز وسمك. the food الطعام very nice smells يعني ريحته ولا smiles ابتسامات ولا adds يضيف ولا makes. طبعا ايه the food smells يعني رائحة الطعام جميلة جدا. the new restaurant المطعم الجديد not breakfast and lunch only عايز اقول بيقدم الفطار والغدا بس. adds يضيف puts يضع service يقدم طعام ولا takes طبعا اي service. to make an omelette عشان نعمل omelette not eggs in a bowl بيت نضرب البيض في الوعاء serve يقدم feed يطعم ولا heat طبعا ايه بيت يعني ايه نضرب البيض نخفقه. we often eat in the not room احنا عادة بناكل في غرفة ايه dining room غرفة الطعام ولا bedroom غرفة نوم ولا bath room ولا living room طبعا ايه في dining room. which of these types of food doesn't have much protein من الاطعمة اللي جاية دي ما فيهاش بروتين كتير meat اللحمة فيها نفس المكسرات فيها fish فيها apples التفاح الفواكه. meat cheese and nuts لحمة وجبنة ومكسرات have not enzyme فيهم ايه salt ملح بروتين sugar milk طبعا فيهم بروتين. please من فضلك some tea into my cup اعمل لي ايه بعض الشاي في فنجاني heat يسخن pull يسحب beat يضرب ولا pour يصب يعني يصب لي شاي في الفنجان بتاعي. when the omelette is ready لما الاومليت يصبح جاهز
take it out of the frying، هنخرجه من الفراينج ايه، جلاس ولا بليت ولا بان ولا كوب؟ طبعا من البان، من الطاسة. خرجه من الفنجان، من الطبق، من الجلاس، اسمه فراينج بان طاسة القلي. food is healthy and good، الطعام صحي وجيد for you when it is، لما يكون stolen مسروق، فريش طازج، روتين ولا تيربل، طبعا ايه لما يكون فريش طازج. you should be careful when you use the sharp، sharp يعني حاد، لازم تكون حذر لما تستخدم ايه الحادة، فورك، شوكة، نايف، السكين ولا باول الإناء ولا بليت طبق، طبعا السكين الحاد، شارب نايف. to drive cars safely، لكي تقود السيارات بأمان، you should follow a lot of، يجب أن تتبع مزيد من الإيه، products، منتجات، instructions، التعليمات، recipes، وصفات ولا menus، قوائم الطعام، لازم أتبع التعليمات. to not means to cook something in hot oil or fat، to not means اللي معناها انك ايه، cook something، تطبخ حاجة in hot oil، في الزيت السخن او الايه، السمنة او الدهون، ده فلاي يطير ولا فراي يقلي او يحمر ولا فيل يطعم ولا فيل، طبعا ايه هي فراي. not products are things made from milk of a cow، حاجة مصنوعة من لبن الابقار. لاقي محظوظ، ديري منتجات الألبان، دايري مفكرة ولا ديلي يوميا، طبعا الديري برودكت سريع منتجات الألبان. دوريان فروتس ار هارد اند جرين، نور ذا اوتسايد، ان ذا اوتسايد ولا اوف ولا ات ولا اون، عايز اقول من الخارج، هناخد ايه، لازم ناخد اون ذا اوتسايد. زي اتشوب ذا ووتر ميلون، يعني قطعوا البطيخة. not squares out ولا onto ولا into ولا to، طبعا ايه يا ولاد، into squares الى مربعات. صفحة 89 اسئلة على ايه، ما ان اختبار اتقانك للمفردات والايه، مهارة التحدث. unusual food you have tried before، طعام غريب انت جربته قبل كده. الموضوع التاني your favorite recipe، وصفتك المفضلة. did you try any not food، عايز حاجة غريب أو غير معتاد، unusual. قال yes I did. what did you، يجرب try. what did you try، قال له I tried century eggs. what are they like، what are they like، بيحبوا، قال لك they are شكلهم عامل ازاي، مش بيحبوا ايه، كيف الرشبة، black and green inside. what is your favorite، وصف الطعام يعني الريسبي، بيحب الاومليت. do you add، يضيف add much salt to your recipe، no much salt is unhealthy for me، الملح الزيادة غير مفيد بالنسبة له وغير صحي. عندي محادثة هنكملها، ايه بيسأل بيه، have you tried any unusual food، هيقول له ايه، yes I did او yes ايه I did، قال له حاجة، قال له it's from China، aware is it from، سأله حاجة، قال له I tried century eggs. what did you try، what are they like، عاملين ازاي، they are شكلهم عامل ازاي، they are black and green inside. do you like it، yes I did. you like it، عجبتك، yes I did. do you like trying food recipes، بتحب تجرب وصفات الطعام، yes I do. سأله سؤال، قال له my favorite recipe is for مدمس،
تبقى what is your favorite recipe، الوصفة المفضلة، فول مدمس. I like it spicy، بحبه حراق. How do you like it، بتحبه ازاي. What do you pour over it، بتصب عليه ايه. احنا بنحط عليه ايه يا ولاد. Some oil، بعض الزيت. And lemon juice، وعصير ليمون. Do you like full مدمس served with onions؟ Yes I do، أبحبه. Read number 9، صفحة 90. Exercise on language، تدريبات الجرامر يا ولاد. Choose the correct answer from A B C or D. احنا خدنا الجرامر بتاعنا اللي هو الأمر المثبت والأمر المنفي. الأمر المثبت يبدأ بفعل في المصدر، الأمر المنفي يبدأ بدونته وفعل في المصدر. No drink many fizzy drinks، المشروبات الغازية. عايزة ايه؟ أمر منفي. Not drink ولا don't ولا doesn't ولا didn't، طبعا ايه don't drink، لا تشرب. Wash some beans and not them in a pan. Put putting to put ولا puts، بكمل برضو صيغة الأمر بتاعي، يبقى ايه ولاد put على طول. Not the knife to chop the vegetables. Used uses use using طبعا use، أمر مثبت. Not two eggs in a bowl with little milk to make an omelette، عايز اقول له اضرب بيضتين مع بعض اللبن في الوعاء علشان نعمل اومليت. بيت ولا بيتس ولا بيتنج ولا بي ولا بيتن، طبعا بيت اخفق. Not full مدمس with war bread to serve ولا serve ولا serving ولا serve، طبعا ايه serve. كل ده يا ولاد امر. Don't يجي بعدها فعل في المصدر برضو، the breads. I have already done that. Don't ايه don't feed، sorry the birds، ما تعملش ايه للطيور، انا خلاص ايه عملت ده. Don't يا ولاد don't feed، لا تطعم الايه الطيور، انا خلاص اكلتها. Not straight on then turn left to get to the park، لكي تصل الحديقة عايز اقول له اذهب في خط مستقيم بعد كده اتجه يسارا، اسمها go straight ولا going ولا goes ولا وين، طبعا go straight ahead او go straight on. Not make noise at the library، انك ايه تفعل ضوضاء في المكتبة، اقول لك doesn't ولا don't ولا didn't ولا aren't، طبعا ايه don't. Don't not many sweets they are bad for your teeth. Don't eat ولا eating ولا to eat ولا eat، طبعا don't eat فعل في المصدر بعد don't. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets، عاوزين نصحح الكلمات اللي بين الأقواس. Don't putting too much salt in the soup، لا تضع الكثير من الأي من الملح في الشوربة. Don't يجي بعدها الفعل في المصدر يبقى put. Not turn the lights off before you sleep، هبدأ بترن فعل في المصدر. Please من فضلك add some olive oil on salad، من فضلك ايه ضيف. بعد كده don't touching، لا don't touch. Electric wires، لا تلمس الأسلاك الكهربائية. Don't heat don't heat. Father for long not boil، لا don't boil. لا تغلي الأيل more than one time، تستخدمش الزيت او ايه تغليه اكتر من مرة. Does exercise after school، do exercise يعني مارس الرياضة. When water boils، عندما تغلي الماء. Turns off the stove، اللي هو الايه البوتاجاز، عايز اقول له ايه نطفي البوتاجاز، تبقى ايه ولاد تبقى تيرن. ناينتي تو 92، general exercise on lesson 3 and 4، تدريبات عامة على الدرسين التالت والرابع. سارة and أسيل are talking about healthy food، بيتكلموا عن الطعام الصحي.
سارة، what types ايه انواع of food should we eat to be healthy؟ ايه الطعام المفروض ناكله علشان نكون اصحاء؟ هنقول مثلا لو كملنا المحادثة هنعرف. because dairy products لمنتجات الألبان، يبقى هي تقول لها dairy ايه products we should eat dairy products to be healthy. يبقى we should eat dairy products to be healthy. سيأتي سؤال قالت لها because بسبب، يبقى كده أبدأ سؤالي ب why. Dairy products help us to have strong bones، بتساعدنا يكون عندنا عظام قوية. يبقى تقول لها ايه ليه لازم ناكلها أو بناكلها ليه، why should we eat them، ناكلهم ليه. سألتها سؤال تاني قالت لها ايه no sugar is bad for our teeth، السكر سيء للأسنان. يبقى تقول لها ايه is sugar good for our teeth، is sugar good for our teeth. What else should we do to be healthy؟ المفروض نعمل ايه علشان نكون أصحاء؟ We should، أهم حاجة يا ولاد انك تكون صحي، الأكل صحي، وانك تمارس ايه بعض الايه التمرينات أو الرياضات، تبقى we should do exercise. طيب do you have any other advice for me؟ do you have any other advice for me؟ عندك أي نصيحة تانية ليا؟ تنصحني بإيه؟ يقول له no I don't. choose the correct answer from A, B, C or D. humans البشر have 210 210 A in their bodies في أجسادهم، eyes 210 عين، ears أذان، bones عظام، والأرمز أذرع. طبعا عندنا ذراعين، عندنا ودنين، عندنا عينين، تبقى bones. يبقى جسم الإنسان يولد فيه 210 عظمة. the teacher المعلم asked the pupils، سأل التلاميذ two نقط their books out of the bags، إنهم يخرجوا الكتب من الحقائب. make ولا give ولا take ولا do؟ to ايه يا ولاد؟ ask the pupils to ايه يا ولاد؟ to take their books out. take out يعني يخرج، take out يعني ايه يخرج. not means to mix food quickly using a fork، تمزج أو تخلط الطعام بسرعة باستخدام شوكة مثلا. بيل يقشر ولا بيت يضرب ولا بويل يغلي أو يسلق ولا بول يسكب؟ طبعا بيت يضرب أو يخفق البيض. I don't like fried eggs، مش بحب البيض المحمر أو المقلي. I like them، بحبهم ايه بويلد مسلوقين جوسي مليء بالعصارة. تريبل ساي ولا سويت؟ طبعا بحبهم بويلد. put the food in the nut to keep it cold، احط الطعام فين عشان احفظه بارد؟ oven فرن، microwave microwave ولا كتل ولا الفريج؟ طبعا في الفريج الثلاجة. don't nut the tomatoes too small، ما تعملش ليه الطماطم صغيرة اكتر من اللازم؟ it chops ولا chop ولا to chop ولا chopping؟ بعد ال don't فعلا فين في المصدر؟ drink fizzy drinks isn't ولا don't ولا doesn't ولا didn't؟ طبعا don't drink، لا تشرب ايه المشروبات الغازية. هو نوع فود at a restaurant a waiter الجرسون. هو شوبس ولا بيتس ولا اتس ولا سيرفيس مان؟ يقدم الطعام في المطعم الجرسون. which of these is not a dairy products؟ ايه من دي مش منتجات البان؟ ميلك منتجات البان، تشيز رايز لا، باتر والرايس. بليز من فضلك مي تو كاري ذات بوكس، helping ولا helps ولا help ولا to help؟ طبعا help مي ساعدني. complete the sentence.
with the correct form of words between brackets. Not boil oil more than one time. ما تغليش او ما تسخنش الزيت لأكتر من مرة. هقول له don't boil. امر منفي. Always دايما to add olive oil to salad. دايما ضيف الايه زيت الزيتون على الطعام، يبقى قاعد على طول. هبدأ بالتير. Turn the lights off. اطفئ الانوار before you sleep، قبل ما تنام. Don't، عايزين بعدها فعل في المصدر. Don't heat. لا تسخن butter for too long. ما تسخنش الزبدة لفترة طويلة. بعد كده write an email of about 90 words to your friend سامي. بعتلي سامي يبقى هاي سامي او دير سامي. هاي او دير سامي. To describe to him how to make an omelette. ازاي تعمل omelette، ده السبجكت. ازاي تعمل omelette. Your name is رضا. انت اسمك رضا، تبقى yours رضا. الحاجات دي كلها عليها درجات اللي انا بعملها لك دي. طيب and your email address is الايميل بتاع رضا اللي هو وقعت الرسالة، ان تكتبه جنب كلمة مين يا ولاد، جنب كلمة from، يعني من رضا. طب احنا بعتين لمين؟ لسامي. يبقى الايميل بتاع سامي ده اهو، هنحطه جنب ايه؟ to، يعني الى. جملة افتتاحية في اي ايميل. how are you. ويبدأ بقى يعرفوا طريقة الأومليت. احنا خدنا الخطوات وازاي بنعملها عندنا في شرح الدرس، ولا اصلا اي ايميل او اي باراجراف بيكون ايه وجاب عنه في نهاية الكتاب يا ولاد. تمام، هتلاقي صفحة 316 بالتحديد الايميل، هتلاقيه. وبس اللي فاضلنا كده في الايميل يا ولاد ان احنا ايه نكتب طريقة عمل الأومليت، هتلاقيه في نهاية الكتاب صفحة 316، او تجيب الجمل عندك من ايه من الدرس، ازاي ايه اتكلم على الاومليت ريسيبي، وصفة الاومليت كده يا ولاد. انتهينا بفضل الله من حل تدريبات ليسون 3 and 4 من يونت 8 الوحدة الثامنة كتاب المعاصر تاني اعدادي. الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح الدرسين الخامس والسادس. ادعمونا بلايك وشير الفيديوهات واشتراك في القناة، وطبعا صفحة الفيسبوك عشان نستمر معاكم ان شاء الله مشرح المنهج. بتمنى لكم نجاح بر والتوفيق. معكم مس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.